إن كنتم لا تؤمنون فلن تأمنوا. سلام المسيح مشاهدينا عبر شاشة تيلي لوميار ونورسات. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الكلمة. نوصل اليوم لمشوارنا الأخير بين أسفار العهد القديم، والختام رح يكون مع سفر أشعيا. أشعيا كلمة بتعني الرب يخلص، ومعنى هالكلمة بيلخص مضمون الكتاب. فالرب هو إله الخلاص، لكن الخلاص يلي بيحمله الرب غير يلي بينتظره البشر. لذلك يبدو تعليم هالكتاب مدهش. أما فصوله 66 فبتنقسم لثلاث أقسام، بتقابل ثلاث حقبات من تاريخ شعب الله. القسم الأول من الفصل الأول للفصل 39 بيرجعنا للسنوات 740-700 قبل الميلاد برجالة وأحداثة. صار أشعيا حامل كلمة الله بأورشليم بزمن مليء بالخطر بسبب التوتر العام. القسم الثاني من الفصل 45 للفصل 55 يسمى أيضا هالقسم بكتاب تعزية إسرائيل، لأنه بيبدأ بهالكلمات عزوا عزوا شعبي. كتب النبي للشعب اليائس المنفي من الأرض يلي أعطيها الله والمحروم من الهيكل حتى يعزيه ويوعده بالخلاص. والقسم الثالث من الفصل 56 للفصل 66 بيرجعنا لبعد العودة من السبي. كانت عبادة الأصنام منتشرة والظلم الاجتماعي مسيطر، فقدم نفسه النبي كرسول روح الرب بيحمل البشارة للمساكين. ولما إجا يسوع وجد بهالكلمات برنامج يتممه بنفسه. منتأمل بسفر أشعيا الإنجيل الخامس مع المونسينيور دكتور بولس لفغالي، دكتور على تاريخ، دكتور على لاهوت ودبلوم عالي كتاب مقدس. أهلا وسهلا مونسينيور. أهلا فيك. من الفصل الأول يبدو أشعيا المناضل عكس التيار من خلال تعليمه، فبيقول لهم أنه الله لا بده ذبائح ولا محرقات، ومنعرف أهميتهم عند الشعب العبري، وحتى أعيادهم كرهتها نفس الرب. فكيف العلاقة بين الحياة العبادة والحياة اليومية؟ بس عجبتيني أول شيء لما قلتي إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. هيدي جملة من أشعيا رح نحكي عنها. بأي فصل؟ صوب الأول يعني. الفصل السابعة. سبعة. الفصل السابعة. صوب الأول. ليش عم برجع لها أو لو جعنا بعدين لها هون كتير مهمة. الإيمان هو الأساس. نعم. الإيمان هو الأساس. والإيمان يعطينا الأمان. الأمان إذا بدنا ابتعاد الحرب، ولكن الأمان والسلام الداخلي. لكن إذا كان أعمالنا مناش مبنية على الإيمان، لا يمكن أن تعطينا الأمان ولا السلام. ورح يقلنا مربولس كلمة قاسية، كل ما ليس عن إيمان هو خطيئة. نعم. كتير قاسي. وهون شو عم بيصير؟ يجوا أصحابنا إلى الهيكل يقدموا ذبائح، كباش، عجول، تيوس، كذا، وبس بعدين يعملوا مثل بده. شو معناته أني أنا جاي إلى الرب أقدم له ذبيحة وأقدم له ذاتي، وما أوعده أني أنا أعيش بحسب الوصايا؟ لأنه هون مثلا بيقول لهم مثل ما أنت قلتي، إذا فتحنا الفصل الأول آية 11 يقول الرب: ما فائدتي من كثرة ذبائحكم؟ شبعت من محرقات الكباش. إذا كتير قاسي، ولكن رح يقول لهم بعدين، بيقول لهم ربنا بآية 16: اغتسلوا، تطهروا، أزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني، وكفوا عن الإساءة، تعلموا الإحسان، اطلبوا العدل، أغيثوا المظلوم، أنصفوا اليتيم، حاموا عن الأرملة. يعني هنا شو بيقول لهم عمليا؟ أنتوا مش عم تعملوا هالشي، من هيك لو هن عم يعملوا هالشي ما قال لهم. فإذن هو عم ينبههم
كتير بالنسبة ل وقبل كمان أيديكم ملطخة بالدماء. لكن الحلو بآية 18 تعالوا نتعاتب مثل البي مع أولاده. إن كانت خطاياكم كالقرمز بلون القرمز فهي تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء غامقة فهي تصير بيضاء كالصوف لو كنتم سمعتم لي. فإذا أساس السؤال طرحتي، هل نحن نسمع لله؟ إذا كنا نسمع لله، نسمع وصاياه، نسمع كلامه، ساعة الرب يرضى عن ذبائحنا. شو صار فيه؟ صار فيه تعارض بين أعمال التقوى وأعمال المحبة للقريب. هل أعمال التقوى مش هتعطينا الأمان ولا الراحة الداخلية؟ من هيك الرب كأنه عم بيقول لهم، وهو كتير أنبياء رح ينبهون، ليش هو ربنا ما عم بيقدموا ذبائح؟ لأنه مرات عديدة أعمال التقوى هلا وكل وقت أعمال التقوى بتخبي أمور عديدة من حياة المحبة، وهيدي كتير مهمة. بالإنجيل واضح، الكتبة والفريسيون أعمال التقوى كانوا يعتبروا نحن قدمنا ذبيحة خلص صرنا متفقين نحن وربنا. والمزمور 50 بيقول لهم شو؟ انتو جايين ترشوني؟ نعم، جايين ترشوني انتو؟ حتى انا غمض عيني عن اعمال الظلم. بيقول لهم هاوني ايديكم مملوءة بالدماء. نعم ابونا، فكرة الذبائح لله، هل انه الله هو اللي طلبها ولا هيدي الفكرة اجت من عند الوثنيين؟ لانه الله شو بريده يعني للذبيحه؟ انه ليه انا لما بدي اقدم ذبيحه الله بده يرضى عني وعن خطيتي؟ يعني شو العلاقه بين بعضهم؟ الذبائح هي طريقه اني انا عم اقدم حالي لله، ولك انا ما بقتل حالي. نعم، بعطيك مثل صغير. ابراهيم، شو فكر ابراهيم؟ انا بقدم ابني ذبيحه. قالوا ربنا لا، ما تقدم ابنك ذبيحه، قدم عنه ذبيحة. أنا مثلا لازم أنا أقدم حالي للرب. هلا كيف كانوا يعملوا؟ ربنا قالوا لا، ما تقدم حالك أنت. أنت لما تقدم الذبيحة بتحط إيدك على رأس الذبيحة، إن كان عجل أو خروف، كأنك عم بتقدم حالك. وهلا لما بتقدم حالك أنت، يعني أنت عم بتحط حالك بإيد ربنا حتى تعمل ما يريده منك الرب. إذا ذبيحة بحد ذاتها تبقى خارج. من هاك وصلنا ليسوع المسيح برسالة العبرانية بيقول له لم تشأ ذبائح ولا محرقات، فقلت ها أنا آت كما كتب عني في طي الكتاب لأعمل مشيئتك يا الله. فأذن مثل ما هالذبيحة هالخروف أو كذا هو بين يديك، هو رمز عني أنا إني بين يديك. هلأ الذبيحة بتصير وثنية اللي بيكون في كذب. نعم، بس إذا فيش كذب بتكون الذبيحة. فإذا برجع بشددها كتير مهمة. نعم، هيدي. بس قبل ما تشددها أبونا، بس أنا بركي كنت الفكرة كمان غلط، هيك بتصلحها فرد مرة. يعني فينا نقول إنه الذبيحة مثل ما كانت تقدم، يعني هي كأنها وكأنها تعبير خارجي عن إيمان داخلي. إذا بدي تعبير لله، بس إنه مش بس إيمان خارجي، مثل ما هالذبيحة صارت بين يديك للحياة وللموت، أنا صرت بين يديك للحياة والموت. هالإيمان اللي هو عاطفة داخلية بعبر عنها بعمل خارجي. كتير مهمة هيدي. نحن مرات عديد بقول أنا عندي إيمان، أنا بصوم بقلبي. لا، دايما كل عاطفة داخلية يجب أن نعبر عنها بعمل خارجي. يعني مسألة بنصلي، مسألة إذا أنا خاطئ بلكع بحط مخي بايدي بعبر عن التوبه الداخليه. شفتي كيف؟ كثير مهمه هيدي. وهون الشيء ذاته ايماننا، بدنا نعبر عن ايماننا. انا يا رب عم اقدم لك حالي، ولكن عم اقدم لك حالي مثل ما هالذبيحه اللي عم بعطيك اياها، وعن انا نوعا ما عم بحرم حالي منها، كاني انا بقدم لك حالي للموت وللحياه.
الشعب جاب على نفسه الويل لأنه تمرد على الله، وبيعطي أشعيا صورة الكرم يلي بدل ما يعطي عنب لصاحبه أعطاه حصر بري. هالصورة رجعنا شفناها مع يسوع، من جهة استعار مثل الكرم، ومن جهة تانية قال أنا الكرم الحقيقي. نشيد الكرم عند أشعيا الفصل 5. أبونا بانتظارك. الكرمة احنا بنعرف هون ببلادنا، الكرمة الديشية موجودة بهالبلاد، وهالصورة موجودة حتى من أيام يعقوب لما كان عيبارك أولاده بتكوين فصل 49 هيك عن الكرمة. كمان بالمزامير مرات عديدة في كلام عن الكرمة. الكرمة إذا أهم شجرة كانت عندهم، لا لأنه فيها الخمر، والخمر هو تقدمة بالهيكل، دايما كان يقدموا مع الذبيحة الخمر. فإذا الخمر، ولما محكينا عن هوشع شددنا على ثلاثة، القمح والزيت والخمر، وهود الثلاثة التقادم التي تقدم مع الذبيحة دايما يعني في ثلاثة. هل بالنسبة هون لا إشعيا حب قال لهم أنتم الكرمة، أنتم الكرمة، لكن هل أعطيتم ثمرا؟ وبيطبقها بعدين، بيطبقها بعدين بكل أساوي. بيقول هون بآية إذا فتحوا أحبائنا ثلاثة والآن خمسة آية ثلاثة، فصل خمسة آية ثلاثة، والآن يقول حبيبي يا سكان أورشليم ويا رجال يهوذا احكموا بين كرمي وبيني، أي شيء يعمل للكرم وما عملته لكرمي أثمر حصرما بريا. وبعدين بقول هون بيعطيهم بالآية 8 الظلم، ويل للذين يضمون بيتا إلى بيت ويصلون حقلا بحقل. أنا بقحط خيي من بيته بيصير عندي بيتين. إذا وعندنا كل هالأشياء الكتير قاسي بهالويلات، من ويلات مثلا بخمسة أي 20، ويل للذين يدعون الشر خيرا والخير شرا. شو قاسي؟ الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين الحلوة مرا والمر حلوة. يعني قلبوا الدنيا فؤاني تحتاني. نعم. هل المسيح عنده أول شيء مثل أحد الأمثال، رجل غرس كرما وأرسل عبيده حتى سلمه أيضا، وأرسل عبيده هودي ضربون هودي قتلون، بالآخر قال أرسلوا ابني لعلهم يهابونه، ولكن هني قتلوه. وساعتها بيطبق المثل، بيطبق المثل يسوع بهذا، منه الابن مأكد يسوع المسيح، الحجر الذي رذله البناؤون وصار رأس للزاوية. وبعدين بالأمثال كتير حلوة، الأمثال بيقول لهم يسوع ماذا يعمل رب الكرم، هن بيقول يميتهم شر ميتة، كأنهم هن حكموا على حالهم. هلا مأكد القمة والذروة كلها سوا انه مش بس الكرمة هي خارج، يسوع سمى حاله انا الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان. وهون اللي شدد علي يسوع المسيح كتير مهمة، لانه العهد بالماضي كان العهد عادة يخونوه في خيانة العهد، لانه الانسان اي انسان يخون العهد. لكن هل من هو كافل العهد هو يسوع المسيح، أنا الكرمة. شو ما كان يكون أنا الكرمة. هل ساعتها الكرمة ككرمة ثابتة باقية، أنا إذا كنت بالكرمة وعن ناخد من ماوية الكرمة ساعتها تكون لي الحياة، وإذا أنا رفضت أن أخذ من ماوية الكرمة أصبح غصنا يابسا. ومن هيك بقول يسوع الأغصان اليابسة تجمع وتحرق بالنار. فإذا هون يسوع بإنجيل يوحنا دايما أنا هو الكرمة، أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، وجعل حاله هالكرمة
هو الخمر. وما ننسى نحن انه ملكوت السماء هناك الخمر بالمعنى الرمزي، لانه الخمر علامة الفرح. الفرح الخبر بملكوت السماوات يعني، أي لأنه بالسماء ما بقى فيه لا دم ولا بقى فيه رموز، بالسماء ما بقى فيه إلا الفرح والفرح الدائم. من أجل سؤال سفر الرؤيا ما بقى فيه دموع، ما بقى فيه بكاء، ما بقى فيه ألم، ما بقى فيه وجع. نعم. بعدك تحكيش عن هيدي الفكرة، فكرة الكرمة بأدية، بس لأنه يعني هو المسيح قال أنه هو الكرمة، وهي الكرمة بالماضي كانت عم ترمز لشعب الله، يعني كان كأنه هو عم بيقول أنه هالشعب صار أنا وأنا الشعب. كتير سؤالك حلو، عم يعمل هلا تشبيه. ميرسي كتير. دايما نحن كل شيء يدل على الفرد وعلى الجماعة. إن كان أشخاص، مثلا يعقوب هو شخص اسمه يعقوب ويدل على كل شعب يعقوب، إبراهيم هو شخص إبراهيم ويدل على المؤمنين، آدم يدل على رجل مأخوذ من الأرض من القديم من الأدماء وهو يدل على البشرية. بسفر الرؤيا المني هالمرأة من جهة هي مريم العذراء وهي في الوقت عينه الكنيسة. دايما هوني والشي زيته هوني شعب الله هو الكرمة، وهلأ يسوع في شخصه صارت كل شعب الله. لكن شعب الله أبقش فرد شعب، شعب الله كل البشرية صارت شعب الله. بالأول كانت جماعة صغيرة تطل على الشعوب، هلأ كل البشرية هي شعب الله. بكل أحوال هيدي الفكرة، فكرة الانفتاح على الشعوب الأخرى وأنه كل شعب الله، رح نرجع نشوفها كمان مع أشعيا بأسئلة جاية أبونا. هلأ بالفصل 6 أبونا في عنا دعوة أشعيا. هالدعوة تمت من خلال رؤية مليئة بالصور. كيف تبدو دعوة أشعيا وكيف نفهم هذه الصور؟ بطلب من المشاهدين يفتحوا الفصل 6. كتير حلو كتير حلو، لأنه بيعطينا عظمة النبي. النبي في السنة التي مات فيها الملك عزية، واللي معه الكتاب بتلي أنا أو معه غير نقطة بيقولوا هوني بيعطينا أي سنة، أي سنة كان الملك عزية. بيقولنا هون حوالي سنة 740 مثل ما قلت بالأول أنت قبل الميلاد مكة. رأيت السيد الرب، فازنتين السيد وهو الرب، حط هالكلمتين لأنه السيد يعني أدوناي، بس الرب يهوى يهوى يعني الإله الذي هو جالسا جالسا على عرش عال رفيع. ليش اثنين؟ لأنه عادة الملك يكون على عرش عال، لكن ربنا لأنه فوق الملوك عرش عال رفيع صار هيدا. فأذن كل كلمة هون. وأطراف ثوبه تملأ الهيكل، هو لابس مثل إذا بدي كابا ماجنا، إذا بدي كالكابا هيدي واسع. ودايما الصورة لما أنا شخص يتيم أو أرملي أو مريض أو غريب بحطه تحت الكابا تبعي، يعني صار بحمايتي، صار بحمايتي. فإذا هوني الهيكل كله سوا بحماية الرب. تملأ الهيكل، إذا الرب الهيكل هو بحماية الرب. بعدين من فوقه السرافيم. ليش فوقه؟ لأنه هو قاعد وهن واقفين. هون الصورة مأخوذة من عالم الأرض، بيبقى الملك قاعد والجنود حواليه واقفين. السرافيم هي كلمة سرف اللي هي النار، وما ننسى دائما الله هو النار، النار نار آكلة. فأذن هالسرافيم يدلون بحضورهم على أن الله هو نار آكلة. ما بيأكلنش الله، بيأكل كل ما هو وصم خطية مني حتى أصبح نقيا. وهلأ رح نشوف كيف رح يصبح إشعيا نقي. بعدين بس أبونا لحظة، بالنسبة للسرافيم هن مش نوع ملائكة؟ يعني نحن بعلمون أنه هن نوع ملائكة. هن إذا بدنا بيقولوا السرافيم والكروبيم والقوات، مأكد يعني شو عملوا؟ تصوروا أنه الله هو ملك وحوله فئات،
فهمت كيف؟ السروفيم والكروبيم مثلا. شو هو الكروبيم؟ كروبيم كان يحطوا على باب القصور أسد وبجد الثور إلى آخره، وحطوا هذا كأنه مطية الرب. كل هالصور هيدي حتى تدل أنه الله محاط بالملائكة أو محاط بكذا، يعني عم ناخد صورة الأرض ونحطها بالسماء. نعم نحن أشياء أي. بعدين قائمون واقفين، ولكل واحد ستة أجنحة، ليس ستة لأنه اثنين بغطوا وجهن لأنه ما لهاش حق يشوفوا الله، واثنين بغطوا إجريهم حتى يكونوا محفوظين، واثنين بيطيروا. دائما الجناح علامة السرعة في التنفيذ. نحن بالعربي بقول امضي على جناح السرعة. فإذا هون عطى ستة. وكان واحدهم ينادي الآخر ويقول قدوس 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 الرب القدير. هون كتير مثلا هي يهوى صباؤوت. هلا صباؤوت في ناس بيقولوا رب الجنود، في ناس بيقولوا رب القوات. مثلا بالطقوس البيزنطية بالزمن الصوم دايما يا رب القوات كن معنا. وفي عنا ترجمة حلوة أنا بحبها كمان، رب الأكوان، حلوة كتير. نحن أخذنا الرب القدير، يعني القدير يمسك الكون كله سوا. وانا هيدي من هون جاي بالقداس لما بنقول قدوس قدوس قبل ما نقول هيدي اجت بكل القداسات بكل الطقوس موجوده هالصلاه الرائعه اشعيا اخذناها. الارض كلها مملوءه من مجده. رجعنا مثل ما الهيكل مملوء مغطى بالعبئه تبع الرب، كمان الارض مغطيه بمجد ربنا. مثل بقول مزمور السماوات تنطق بمجد الله والفلك يخبر بأعمال يديه. فإذا نحن بدنا نمجد الله بالهيكل، السماء كلها بدها تمجد الله. فاهتزت الأبواب من أصوات المنادين، مأكد، وامتلأ الهيكل دخانا. هون لها معنيين، الدخان لأنه في عم يحرقوا البخور والشحم وغيره بيطلع الدخنة، والدخان هو رمز إلى حضور الله، لأنه الله ما بيبين بوضوح، كأنه الدخان بيغطي بدون ما يغطي كليا. فقلت ويل لي هلكت. وفي ترجمتين بيقولوا صرت صامتا هلكت، لأني رجل دنس الشفتين ومقيم بين شعب دنس الشفاء. نحن بالهيكل جايين النبي حتى يحكي والشعب حتى يرتل. إذا تمنا نحن موسخ دنس كيف بدنا نرتل؟ لا حق لنا أن نرتل، ممنوع تطلع الكلمات من فم دنس. شو صار ساعتها؟ فوالذي رأته عيناي هو الملك الرب القدير. فطار إلي أحد السرافين وبيده جمرة أخذها بملخط من المسبح. تبهت السرافين النار، الجمرة النار، دايما النار هي رمز حضور الله. حضور الله مثل ما قلت هو نار آكلة، بيأكل الأغصان اليابسة مش الأغصان اللي عطعت السماء. وبيكمل بعدين، انظر هذه مست شفتيك فأزيل إثمك وكفرت خطيئتك. بدو يحكي جات النار طهرت له ما حرقت له شفافه، طهرت له شفافه، شالت الدنس والوسخ عن شفافه. ساعتها وسمعت صوت الرب يقول من أرسل؟ من يكون رسولا لنا؟ وهين ازدعت أحبائي. نعرف يا حضرة المشاهدين انه هاي كلها سوا رؤية تصورت بالصور، لكن الرؤية هي اذا بدنا لو في 15,000 واحد ما بيشوفوها، هن وحده بس النبي. مثل اذا اخذنا مثلا بلورد لما العذراء ظهرت على برنادات وحده شافت العذراء. يعني هون الرؤيا يلي شافها اشعيا هي ظهور، ظهور لله، ظهور الله له مؤكد. هو ظهور لانه
أول شيء السرافين ما بينشافوا، الله ما بينشاف، هون فيش نار مثل بتحرق وكذا، كل هيدي الصور صار إشحية بحضور الله. وهالصوت مأكد صوت داخلي، صوت داخلي، من أرسل من يكون رسولا لنا. فقلتها أنا ذا أرسلني. هون منشوف ساعتها الله حبيبتي ها أنا لك، مش أنا ها أنا لك، لك أقوى إيه. فإذا هون منشوف دايما هالسرعة، وهون السرعة إشعيا من حسب إشعيا أحسن من غيره، لأنه موسى تردد، إرميا تردد، لكن إشعيا لما طهرت شفتاه ساعتها قال له ها أنا، أنا لك، كثير مهمة، ها أنا لك. وهيدي التقديمة التامة لهل هذا. وانتبه في ذبيحة هون، أنا في ذبيحة، ها أنا لك فأرسلني، فأرسلني أنا صب إيديك. وهيدي كل دعوة إذا بدنا، كل إنسان مدعو بأي عمل إلهي، راهب، راهبة، كاهن أو مكرسة، في عنا كثير مكرسين منذ ما كونوا رهبان وراهبات، ها أنا لك فأرسلني. هون عم يضحض الذبائح، يعني عم بفرج انه ما لها اهميه، يعني ما في ذبيحه، ما في. طيب ابونا، هلا نحن هيدا النص لما قريناه اكيد ما انا ما فهمته بالشكل اللي حضرتك شرحته هلا، واكيد المشاهدين كمان ما حدا فهمه هيك. إشعيا كان عم يتوجه لناس يعني من 740 سنه قبل يسوع المسيح، كان في امكانيه انه يفهموه للناس، يفهموا قصده، ولا كيف بدها توصل الرساله؟ يعني بيقدروا يفهموا الصور كانوا بهذاك الوقت، يعني لانه عم بيحكيهم بلغه عصرهم، ما نعيشين فيها الصور طبيعي، دايما عم بيحكوا بلغه العصر. اكل كيف شكل، بس يعرفوا النار مثلا، بيعرفوا اول خبره لموسى شو شاف، العرايقه تحترق، مش عم بترمد، قال اقترب. كل الصور إلي النبي كيف عرفوا على جبل كرمل انه ربنا معه، ومش البعل هو الاساس، نزلت النار. اللي من مع مثلا شو اسمه بيو لشمشون وامه لما حطوا شو اسمه الذبيحه، لقط بعصاته ان الملاك احترقت. اذا كلهم عندهم هالفكره هيدي، هودي بيعرفوهم كله سوا، وهن ما بيوقفوا عند الصور. الصورة شيء ثابت، بس إذا ضليت عند الصورة ما وصلنا محل، بدنا ننطلق للمعنى الصورة أو مش بس انطلاقا من الصورة. شفنا مثلا، إن شاء الله مشاهدين انتبهوا مثل ما أنت حضرتك، أنه انتبهوا شرحتهم كلمة كلمة، لأنه انطلاقا من هالكلمات بدنا نكتشف خبرة إشعيا، خبرة إشعيا مع الرب، لخبرة كل واحد. كل واحد ساعتها فقال اذهب وقل لهذا الشعب. هلا هون البقيه مش رح نقريها، البقيه رح يكتشف إشعيا ديشو صعب نحمل كلمه الله، كثير صعب نحمل كلمه الله. بيسمعونا وما بدن يسمعونا، بيشوفونا وما بدن يطلعوا فينا، هذا كثير. هل بس هون اكيد المشاهدين لما راح يقروا راح يتعجبوا انه كيف الله هو يلي عم بخليهم انه يسمعوا ما يفهموا، ويقشعوا يشوفوا ما يقشعوا، انه بيقول الله انه كانه هو يلي عم بخليهم هيك يصير، اجعلوا قلب هذا الشعب. نعم، راح يتسالوا انه ليش الله عم يعمل فيهم. لا ومشرحها كرمالك وكرمالهم. نحن بنعرف انه كل شيء السبب الاول هو الله، هو يميت وهو يحيي. اذا بدك الله مش هو يميت، اذا انا دعستي اوتومبيل امرتني، بس هن المبدا الله يميت الله يحيي. اذا انا قسيت قلبي بيعتبر انه الله، انا قسيت قلبي. وهيدي شرحناها وقت حكينا سفر الخروج، يقول مره فرعون هو قسى قلبه، ومره الله هو قسى قلبه. عملين لما الله بيعطينا النعمه في لها طريقتين، في هو يصيرنا قلبنا مثل السفنجة تاخد له مياته، وفي قلبنا يقسى. إذا بدك ربنا طريقة غير مباشرة مثل ما عند فرعون، لما هو مثلا صار في الليل الظلمة ما كان قسي قلب فرعون، بس كان من تاني جهة كان ممكن يقول هذا إصبع الله، وراح بقولها مرة السحرة هذا إصبع الله ويتوبوا.
فاذا نحن دائما وهيدي اهم شيء بسفر التثنية، وضعت امامك الحياه والموت، السعاده والشقاء، وانت تختار. هون دور الحريه اللي اعطانا اياها الله، ما نقدر نختار. بس عمليا الله بيجعل قدامنا الاثنين سوا. نعم، لا يعني صحيح ما عندنا كثير وقت نفوت لانه عندي كثير افكار بدنا نحكيها باشعيا، ولكن الأسوأ ابونا من انه اذا عملت، كنت ذكرت حضرتك انه عملنا حادث بنقول انه الله خلينا نعمل حادث، الأسوأ لما بقوله يمكن ما بعرف اذا أسوأ ولا هي هيدي الفكره انه الريجة انه الشيطان هو يلي خلاني هيدي صيبه عين من هيك انا مثلا عملت حادث او كسرت اجري او كسرت ايدي، انه هيك كمان كيف بدنا نشرحها. اول شيء انا وقت كسرت ايدي من سنتين قالوا لي هيك الله بيريد، ولا بالكسر ايدي لا، او هك الساعة كنا عم نحكي مع الست زينة اللي هي هلأ على العم السعيد من وجه لها تحية لزينة. ايه لزينة مثلا قالت لي ما سوحت بيوم بقول لربنا ما نرضي. ايه هاي الطريقة ما بتسوى ابدا، نحن كل مرة منحط الغيب، الغيب بعده مقبول انه الله ما رضي معقول، بس اللي بتقولي الله ما رضي صرت انت ضد الله ولا ضدك. من هيك نحن بكتاب مقدس ما منحط اعداء، نحن معادين الله، مش نحن أعداء الله وله الله عدونا، نحن نعادي الله. كيف نعادي الله؟ بالخطيئة، الخطيئة. فإذا عند اللي هي أنا صار بعمل الله وديه لا، هلأ شو عم بيصير هلأ؟ لأنه أبقاش عندنا إيمان بالله، وأبقاش نعرف أنه بالمرض الله معنا، وبالصحة الله معنا، بالنجاح الله معنا حتى نجحنا أكثر، وبالفشل الله معنا حتى ما نيأس. هلأ شو بيعملوا الناس هلأ؟ لأنه أبيعرفوا الجواب بيخترعوا، مثلا هاي صايبة عين، أو كتبوا المرة قال لي أنا بكتب لك، قلت أنا كاتب 300,000 صفحة زيد بعد شي صفحة عشان لي هاو كله سوا، هاولي كتبوا لي أو الجن أو العفاريت، وهودي مش مسيحية مأكد للأسف أنه بعدنا اليوم يعني بعد كل هالتطور العلمي بعدنا من إيمين بهيك أخبار. ايه يعني ايه لأنه بدنا نلاقي الطريقة ومنضحك على حلة. نعم. ايه أو أحلى شيء مثلا منك واحد عني أول سيدة قال له الشيطان تغيري، خلصت الخبرية، فأزل أنا مش مخطئ، أنا الشيطان هو لقط وضرب الفرد. فأزل كل هالأشياء بتبين أول شيء على عدم إيمان، وتاني شيء مثل ما قلت أنت عالم الواقع، قال اللي نازل بالطريق علي طريق نازلي ونازل 150 بدي اعمل حادث، وبدي اعمل حادث باكر مش رب نعمل حادث. نعم. فاذا لازم نحن هالاشياء كلها هالاجوبه بالقلب. يا رب ايدي بايدك. وهلا قلت لك يا ولو قلت معلش طولنا، هي في مهم جدا. نعم. قال لي لك ابونا انا عن سب ربنا، انت عفيت لازم تسب ربنا، انت مريض. قال لي ايه، قلت له انا بنصحك سب ربنا قد ما بدك، واضرب الحيط قد ما بدك، او بتقدح الحيط او بتقدح راسك، او بتقدح راسك. قال لي والطريقه الثانيه، بتقول له يسوع انا ساخن وسخونه، كل الناس بتسخن، عسعني شوي تحمل مرضي. هون ساعتها بيكون مؤمن. بس ونفتش حرام، كيف بعرف ست هونيك يا حرام راحت عند واحد قال بيبي بيجيب ارواح حطت كل شهريتها، هو هيك ما طلع لها شيء، ضلت موجوع. ايه هودي كله سوا، والعلامة منبقى قلتي أول كلمة أجمل شيء، إن لم تؤمنوا فلن تأمنوا. رح نوصل لها هلأ كمان. إذا نحن كلنا سوا مشاهدين، وأنا وأنت وزينة وإلي على الهون على الأيدة، إلا إيمان بيعطينا السعادة، الإيمان بيعطينا الراحة. نعم. بالفصل 7 هيدا جملة مأخوذة من الفصل 7 بيتضمن فقرتين، أول فقرة عن الحرب الأرامية الإفرائيمية، وبتنتهي بجملة إن كنتم لا تؤمنون فلا تأمنوا. والفقرة الثانية عنوانها آية عمانوئيل يلي منشوف فيها كذلك آية العذراء مريم. كيف يجب أن نقرأ الفصل 7 أبونا؟ الفصل 7 إذا بتشوفوا هوني، أول شيء إنذار للملك أحاز. أحاز هو ملك يهوذا. شو عملوا؟ عملوا حلف ملك أرام دمشق، ملك سامرة أو مملكة إسرائيل، وكان في صيدون وصور إلى آخره، تيقافوا بوجه الأشوريين. شو عمل هو صاحبنا؟ بيقول له ما تخاف، بقول هوني كتير حلو، هوني بقول بأربعة، تنبه واطمئن ولا تخف
ولا يصعب قلبك. فما غضب رسين ملك أرام وفقح إلى آخره إلا كلهب زنبين مشتعلين مدخنين. زمان كنا نشعل شو اسمها الشمعة، لا في واحدة بالطويلة مثل الدب الصغيرة، قال له بزيادة وهبوا الأكتر. هيدا قبل ما أخلق، قبل ما تخلق إيه. بعدين بقولوا كانوا مثل الورق، يا حرام شو كانوا فزعنين قد ما كانوا فزعنين. وشوف هون النبي، نبي شجاع، شو هودي كلهم سوا. وساعتها بيقول له آمن بتكون قوي. ليش بالإنجيل وقت اللي هجم البحر شو ولن يسوع؟ أما عندكم إيمان لستم خائفون. وهون عم يدعي حتى يكون. هلا بآية عمانوئيل ساعتها هو شو كان خايف أحاز؟ أنه يموت وما يكون عنده شخص يتابع الملك يكون وريث له هو. ساعتها هون بيقول له بآية 13 لكو أشي قاسي، اسمعوا مش يا أحاز، باع أحاز يا بيت داود انت بخلص راح دورك. لأن شو عمل أحاز؟ أحاز رأى عند الملك الأشوري شال الذهب وشمعدين الذهب من الهيكل وخلوا إياهم كلهم سوا وركع قدامه، وفرض عليه الملك الأشوري يعمل مذبح مش حسب ما قال موسى، حسب ما قالوا الأشوريين مثل ما قلت لك ساعة الوثنيين. هنا البشع راح ركع قدام، بدل ما يركع قدام ربنا ركع قدام الملك الأشوري بيقول لهم اسمعوا يا بيت داود انت خلصنا منك، أما كفاكم إلى آخره أن سيل الرب يعطيكم آية. الآية هي شيء خارجي يدل على عمل لا يرى ويدعو إلى الإيمان. حتى بالعهد الجديد هذه آية أولى صنعها يسوع، هاي كمان هي آية. آية يعني علامة أو أعجوبة. علامة. علامة. مش ضروري تكون علامة. علامة. هل يمكن تكون أعجوبة؟ بس هي علامة تدعونا إلى الإيمان. أهمية الآية في عندك المعجزة والعجيبة والقدرة والقوة إلى آخره، بس لما أقول آية هي تدعو إلى الإيمان. لكن عمليا بعرس قنا الجليل هي أعجوبة كمان. هالآية فيها أعجوبة. آية. بس في ناس ما آمنوا. لا رئيس المتكى ولا اللي خدم آمنوا. هون ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، يأكل زبدا وعسلا إلى أن يعرف كيف يرفض الشر ويختار الخير. هيدي مأكد هون زبد وعسل، يعني بده يكون في ازدهار، بده يكون في راحة. وبعدين وهيدي كتير مهمة، كيف يرفض الشر ويختار الخير. ها منشوف من أول سفر التكوين من يختار الشر والخير، مين بيقرر الشر والخير؟ آدم، حواء، الحي، يما الله. نحن لا نقرر الشر والخير، الله هو اللي أعطانا الوصايا، بس نحن نختار بين الشر والخير. هل مأكد هالجملة الرائعة؟ العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، رح يقريها متى بالفصل الأول وتطبق على مريم العذراء. هون شو كانت؟ إذا بدي كانت انتظار، بس ما مريم العذراء صارت حقيقة. صارت حقيقة. أكد هيدي. بالفصل 8، لأن أنا كتير وقت نتوقف أبونا تنعجل شوي، في توضيح سريع عن ولادة ابن لأشعيا. هيدي بس هيك سؤال كتير سريع. مش 8 9 بالفصل 8 يولد ابنه لأشعيا، أبونا ولادة ابن أشعيا بالفصل 8. نعم، طلب الرب يسميه أسرع إلى السلب، بادر إلى النهب. أكيد يعني هيدا منه اسم ولد، ما المقصود منه بطريقة سريعة؟ إيه ال فأذن هوني دايما بيعطوا رموز، مثل ما وقت حكينا عن هوشع سمى بنته لا رحمة أنتم لا شعبي، وهوني سمى ابنه كيف أسرع إلى السلب، لأنه جاي أصحابنا الأشوريين وعمليا رح يحتلوا دمشق سنة 734 وسامرة 722، يعني كأنه
عم بيشوف هالسلب والنقد الموجود، وحتى مملكة يهوذا كلها سوا هجموا عليها وحاصروا أورشليم. لما حكينا عن ميخا المنطقة الساحلية حكينا عنها، بس أنا عم فكر معك حبيبتك، عم فكر أنا أنه عنا شيء مهم جدا بتسعة. ايه اكيد هلا بدنا نحكي عنه. الشعب السالك في الظلام راى نورا ساطعا. انا بدي اقرا خمسة. وجالسون في ارض الموت وظلاله معرفتك هيدا اشق عليهم النور، لانه يولد لنا ولد بين الظلم والنور والولد الاتي الينا. هل اشعيا عم يحكي عن حاكم كان موجود باثنائه او عن ابن الله يسوع المسيح؟ اشعيا بآية خمسة، لانه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن وتكون الرئاسة على كتفه يسمى باسم عجيب إلى آخره. فإذا الشعب السالك في الظلمة، إذا شو صار لما إجوا الجيوش دمروا كل شيء، ما بقى في ولا أنديل مضوي، خلاص ما بقى في ولا سراج مضوي من هيك. لكن إشعيا يطلع إلى أبعد، دايما النبي ما بيتوقف على الواقع المؤلم الحزين، هاي كتير مهم نحن مش حياتنا اليوم. في ناس بيحبوا يشددوا على الشؤم وعلى البشع مرة ونكسد تلاقي فيك صحت منيح بس من الجمعة تتصاخني ما ديك منيحة. هلا في ناس بس أو هلا رايحين هلا رح نفشل على الطريق. إيه بحطه دائما كتير ناس كتير ناس من هالنوع. لازم الأنبياء يعلمونا، مع إنه مرعت الجيوش الأشورية ما خلت شيء. بيقول لهم هون بالآية 8 بآخر شيء، في الزمان الأول أهيدت أرض زبولون وأرض نفتالي على شط البحر، وأما في الزمان الأخير فتكرم تلك الأنحاء ما بين طريق البحر. طريق البحر كانت تنطلق من سور صف بدمشق وعبر الأردن جاي الأمم. هالشعب اللي كان بالظلمة أبصر نورا عظيما. لكن كذا كتير مهم الأنبياء بيعلمونا، ولا نبوءة بنقريها وبتنتهي على التشاؤم، دايما بيفتحوا الرجاء. نحن أبناء الرجاء مش أبناء اليأس، مش أبناء فوت بالحيط بالجدار أبدا. كتير مهم. وهوني وبيعطيك هوني بيقول منحتهم 9:3-9:2 ابتهاجا على ابتهاج وزدتهم فرحا يا رب كالفرح في الحصاد إلى آخر بخبرنا كل سوا. وساعتها لا يولد لنا ولد يعطى لنا ابنه. أول معنى هو أنه الملك سيكون له وارث. إذن السلالة الملكية السلالة الداودية تتواصل. لكن رح بتشوف هوني وإن شاء الله يساعدونا المشاهدين أنه كل هالصفات لا تنطبق على إنسان من الناس. نعم، على ملك أرضي لا تنطبق على إنسان من الناس. أول شيء اسم ديجا الله عجيب. واحد. اثنين، إله قدير. أي إنسان إله قدير. بعدين أب أبدي بغير الله الأبد. رئيس السلام، سلطانه يزداد قوة ومملكته في سلام دائم. بعدين آخر شيء، ويثبت أركان مملكته على الحق والعدل من الآن وإلى الأبد. مثل ما قلت بالأول، إنجيل إشعيا هو نبوة إشعيا هي إنجيل خامس. هلأ كتير مهمة نحن لما بيقرأ أكتر شيء متى، لكي يتم ما قال الكتاب. شو معناتها؟ معناتها ما يقال في النبوءة يبقى ناقص. أي متى يكتمل؟ لما بينحط بالعهد الجديد. وأي متى يكتمل؟ لما ما بيبقى كلام بكلام. لأنه هون بيقول إلها جبارا، أي ملك إله جبار، أي عظيم إله جبار. فأذن هالكلام ينتقل إلى العهد الجديد، وخصوصا يصبح مش بس كلام، يصبح حقيقة وواقع. نعم، يعني هو كان عم يحكي عن يسوع المسيح بس بلا ما يعرف أنه
أشعيا ولا كيف؟ ولا أجل سورة كيف؟ ممنوع نقول هيك أبدا. لا هيك إنه هيك منفكر. الناس بيقولوا لا ممنوع معك حق بس هيك لا ممنوع. النبي يتكلم سنة 732 ويتكلم لشعبه للملك وللشعب تيحط بقلوبهم الرجاء وبيقول لهم شو ما كان في ظلمة ما تخافوا النور آتي. هاي الكلام البشري إشعيا بيشوف ما يرى كل إنسان. نعم. حتى يسوع يرى ما كان إنسان. هلا هالكلمة هي اسمع شو حكي. نعم. هالكلمة هي لأنها كلمة الله ساعتها تصل إلى العهد الجديد وتصل إلي اليوم. ما أنا هلا طبقتها على علينا نحن إنه ما نخلي التشاؤم يغلبنا. ما تكلمت إشعيا اللي نقالت قبل المسيح 740 سنة تمشي علي أنا سنة 2012. فإذا هالكلمة هي كلمة بشرية، النبي يرى ما يراه كل إنسان، لكن كلمته من كلمة إنسان، كلمته هي كلمة الله. شفت كيف؟ حتى على مستوى الإنجيل مثلا نقول يسوع انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه. شو فهموا الشباب؟ أنه الهيكل أورشليم. نعم. بينما أي متى فهموا أن هيكل جسده لبلة شافوا الشيء. فأذن هون ما في كتير من إشعيا. في عنا كتير كتير. كتير كتير كتير. بعد إيه؟ بس بدنا نضطر نوقف. رح نقول كلمة صغيرة بس عن 11. 11 عن الروح المواهب الروح. ولا إيه. نعم. إيه بس كلمة صغيرة هون. ومن من منعطيك الكلام لك انت فازل بيقول يخرج فرع من جذع يسى يعني داود وينمو غصن من اصوله روح الرب ينزل عليه وبيعطينا هون مسمى الارواح السبعه الحكمه الفهم المشوره القوه المعرفه التقوى ومخافة الرب. والهون لازم نعرف انه هالكلام لا ينطبق على انسان من الناس، ينطبق على يسوع المسيح. وهون بيقول لهم يسكن الذئب مع الخروف اي 6 الى اخره. بدي اعطي ملاحظة صغيرة هون، هل معترين شهود يهوى بيقروها حرفيا؟ نحن بعد القيامة نحن ما في عنا قيامة، نحن بعدين نرجع منعيش حياة تانية مثل ما لنا هلا بسلام دائم. هودي شهود يهوى عم بيقولوا هيك، مش نحن طول نحن معنا قيامة عن شهود يهوى نقلم. ايه عن شهود يهوى ايه شهود يهوى ايه عفيك. نعم. فأزل شهود يهوى بيقولوا نحن ما من نحن بنرجع نعيش عن جديد مثل التقمص إذا بدكم، وبلعب مع الأسد ومع النمر وكذا. أنا بقول له نفضل 100 مرة ارجع الى التراب ولا ارجع مستوى الحيوان، لانه نحن اذا بتريدوا نحن تعمدنا صرنا ابناء الله نرجع ابناء الاسد والنمر والكلب والبسينة. شوي صعب شوي من هوني هالكلام الهوني. وبقرا اخر شيء 9 لا يسيء احد ولا يفسد اينما كان في جبل المقدس لان الارض تمتلئ من معرفة الرب كما تملأ المياه البحر. وهون نحن منقول متى تكون نهاية العالم؟ لما يصبح الإنجيل نهاية العالم، يعني إذا تحول العالم مجيء المسيح الثاني، لما إذا بدك لما يصبح الإنجيل في العالم كله. وهون عم بيهيئنا هالكلام الإشعيائي، مش إشعياء، الكلام الإشعيائي عم بيهيئنا أنه الأرض تمتلئ من معرفة الرب. شو معنى معرفة الرب؟ معرفة مش انه اعرف بمخي، معرفة يعني التصاق بالرب، اتحاد بالرب. يصبح الشعب كأنه عروس والرب هو العريس، يتحد بشعبه حتى يكون الجميع في فرح يدوم الى الابد. يعني اشعيا ابونا لوحده بنقدر نكرس له مش حلقة او حلقتين، شبكة.
بحد ذاتها، ولكن صح. مجبورين نوقف هون. لا بس احنا نحب نتعمى بعض النصوص. نعم. وهن بيكملوا المؤكد. نعم. طبعا نحن هي مع شيء انه نحن البدايه بنعطي هون لحتى المشاهد يرجع يقرا ويتعمق بالبيت لوحده. في فصل هلا 66 فصل. نحن نعم. عملنا في وقت. كم فصل صغيرين وكفينا منهم كمان. ما عملناش سته نحن. نعم. هلا هي مش مهم الكميه، المهم نوعيه المعلومات اللي عم نعطيها. مش بس نوعيه الكلام. نحن عندنا مشاهدين وسامعين. نعم. نفرح فيهم، نلتقفين هون وهون. نعم. نفرح فيهم شو عن يتسمعوا على كلام الله. كلام الله طبعا. في عندي اول ايميل او بلوتو مسج على الفيسبوك من خينا بسام دعيبس، شكرا على محبتك. بيقول ابونا ورد في اشعياء 45:7 ان الرب مبدع النور والظلام وصانع الهناء وخالق الشقاء. انا الرب صانع هذه كلها، هل الله صانع الشقاء؟ اشرحناها الساعة. ما هو هيك انه اشرحناها يا بسام. نعم. وقلنا نحن بيعتبروا هلا ما شاء الله خير الكون في ظلام وفي نور. وبفصل 8 من سفر التكوين لما صار في الطوفان قال لنا ربنا لا كل شيء بده يرجع بطريقه طبيعيه، الليل والنهار بدهم يتجاوروا، اذا ما فيش ليل ما بتحس بالنهار وبنور الشمس. كمان سؤال تاني لبسام بيقول الآيات بالفصل 53:5-8 حمل أثامنا واحتمل أوجاعنا وطعن بسبب معاصينا ونزل به العقاب من أجل سلامنا إلى آخره. لماذا تكلم؟ بس هو مش هذا السؤال. لماذا تكلم بصيغة الفعل الماضي وعن أي نبي تكلم؟ نحن نعرف أن السيد المسيح هو المقصود بهذه الآيات، ولكنه أتى بعد مئات السنين من هذه الآيات، فلماذا لم يتكلم بصيغة المستقبل؟ كيف تفسرون ذلك؟ خاصة أبونا أنه ملاحظ أنه بالنبوءات كلها بيكون بيحكيهم بصيغة المستقبل عن أمور حصلت دجا يعني. فليش هون عم بيحكي؟ أول شيء هذا الإنجيل الخامس مثل ما قلنا، وبعدين يتكلم عن شخص تألم هذا الألم. تألم هذا الألم. إذا بدنا نقدر نأخذ مثل الملك يوياكين لما خصوا شي يا حرام، كان خيو عامل كل الشر، هو أكل الضربة وراء على المنفى، ومع ذلك هذا على مستوى النبي، ولكن بعدين صار على مستوى أبعد من النبي، صار على مستوى يسوع المسيح. نعم. تشارلز بشير كمان متشكرات بيقول انه بكتابه دراسات بيبليه كتبت حول طرد الباعة من الهيكل، انه الايزائيون يعني الانجيليه الايزائيون جعلوا حدث طرد الباعة من الهيكل بنهايه حياه يسوع، فاعتبر السيد الهيكل اهانه لهم فاسرعوا في توقيف يسوع. اما يوحنا فجعل هذا الحدث في بدايه رساله يسوع ليؤكد انه يسوع هو الهيكل الجديد والذبيحه الفريدة. سؤال، هذا نقلا عن كتابك أبونا. سؤال، نحن نعلم أنه كل إنجيل يكتب بحسب الأسلوب الخاص به والجماعة التي كتب لها، ولكن هل يجوز كتابة الحدث كما فعل يوحنا فيغير في معنى الرسالة المعنى لرسالة يسوع، فغير في المعنى لرسالة يسوع ولماذا؟ هذا أول سؤال. في سؤال تاني. أول شيء عم بيحاربوني بسلاح. عشبك. الله قويكم. بتقروا دائما القراءة كتير مهمة مع المشاهدة. أول شيء نحن مش عم نعمل خبر. أخذ يوحنا الحدث، حدث طرد الباعة من الهيكل، وأعطاه معنى بالنسبة إلى القيامة. هن أخذوا هالحدث وجعلوا بمكان آخر. اليوم كل حدث إنجيلي فينا نشوفه من وجهات متعددة، وهي علامة الغنى. نحن ما لناش نمل، كثير مهم. نحن ما عندنا كلمة نزلت فرد شقفة مثل شقفة حجر، لا. الكلمة فيها غنى نقدر نقريها بأكثر من مناسبة. كمان سؤال تاني لتشارلز بشير بيقول أما من قال على روح القدس فلن يغفر له، هيدا لما يجدف على المعروف في هيدا. نعم. لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. ماذا قصد يسوع في عبارة ولا في الآخرة؟ هل تؤكد وجود المطهر كما في كنيستنا الكاثوليكية؟ هذا ما بيحكي لا على المطهر ولا عن شيء. هذا بيقول أنه مستحيل تغفر، يعني انه ما راح تغفر، يعني انه اليوم اللي بيرفض انوار الروح القدس كيف بده يجي عند ربنا؟ اللي بيرفض ربنا
كيف بده عند ربنا؟ هلا وين بيروح على المطهر على السماء على جهنم يصطادوا ربنا؟ إيميل من سليم خاجو بيسأل: هل آيات العهد القديم كالعبد المتألم تتكلم عن يسوع المسيح المنتظر، أم أن النبي الكاتب أراد أن يتكلم عن الظروف المحيطة به وعن نفسه، وعندما تجسد يسوع طبق على نفسه هذه الآيات، أم أن الكنيسة الأولى أعادت قراءته قراءة مسيحانية وطبقته على يسوع المسيح له المجد؟ وهل الكنيسة الإنجيلية توافق الرأي الكنيسة الكاثوليكية؟ اسم الله لا ينصر أن يعملوا فزعين المشاهدين صاروا أسترجع أحكي معك حقيقة رائعين. أولا مثل ما قال لك سنرجع نقولها، النبي يتكلم في زمانه، لكن كلامه لأنه كلام الله يتعدى الزمان والمكان. وبهالطريقة الكاثوليك والإنجيليين والأرثوذكس كلهم سوا مثل بعضهم، ما نخاف أبدا بهالقضايا لأنه كلام الله هو كلام الله. هلأ بيظل في أشخاص بكل الكنائس هن بيعوجوا الكلمة، لأنه شو بيعملوا؟ بدنا يحطوا لاهوتهم تيكسر كلمة الله. لا، اللاهوت هو استنتاج من كلام الله. نعم. إيميل من نظام أشكوري بيقول: كيف يسوع المسيح يهوديا مثل ما ورد بإنجيل متى نسب يسوع وهو ابن الله، وإذا داود بيدعيه ربا فكيف يكون ابنه؟ أول شيء ابن الله بيستعمل ابن الله، بس أنه يهودي الإلهية هو ابن الله، والطبيعة البشرية هو مولود بمحيط يهودي ابن داود. وكيف ابن داود وهو قبل داود يعني ابنه لابنه لداود؟ لا لا هو هيك عم يسأل كيف ليلون يقروا الشرح ربا في هديك الأشتر منه برضو عرفت حبيبتي لا. بس هديك الأشتر منه قري الشرح رأى الشرح هونيك هو ابن داود لأنه بالجسد وهو رب داود حسب المزمور 110 كما قرأ في اليونانية قال الرب لربي اجلس عن يميني. نعم. أحلام سعيد بعتقد من هولندا، أو شي سلامتها بنتك أبونا، سألت اللي طرحنا سؤال الأسبوع الماضي بس ما قدرت تسمع، رح نرجع نطرح السؤال اليوم. بتقول أنه هي اللي كتب المقدس اللي عندها ما عندها الأسفار الحكمية سفر الحكمة وهولي، وسألت مجاوب على هذه الفكرة بالأول بس أنه اليوم إذا أخذت طبع اليسوعية موجود أسفار الحكمة بعد المزامير. هل بترجمة شبه مسكونية حطينا الكتب العبرانية وراء بعضهم وحطينا بعدين الكتب اليونانية، لأنه في بعض الكنائس الإنجيلية ما بتحب يكون في الكتب اليونانية حتى نشيلهم إياها بكل بساطة. بس إذا كان مع الترجمة برجع بقول في موجود هالصليب كتير مهم، الصليب هذا هوني برم بعد شوي ليبين وقيم إيدك عنه وأصبعك أيوة بيّن. أحسن هيك هالصليب هذا معناتها كل الكتب موجودة. نعم. إذا هالصليب مش موجود معناتها الكتب اليونانية غير موجودة. نعم. هلأ بالقراءة الرعائية ما جبتش معها لأنه تطلع 2 كيلو اسم الله كمان، بس بالقراءة الرعائية الكتب موجودة كلها عملناها باللون الأحمر وهيديك باللون الأزرق حتى ما يكون في أي خطأ. عظيم. وبتسأل كمان أنه بتكوين 6 أبناء الله رأوا بنات الناس، لماذا بنات الناس وليس بنات الله مثل الأولاد يعني هو الذي خلقهم؟ دائما المرأة معطرة هيها مرأة معطرة ما في غير جواب وبعدها يمكن نعم. إيميل كمان من رعد كوريان، شكرا كثير على محبتك، بيطلب نعمل حلقة لشرح الأقانيم 3 ومحطة الثانية تكون العهد الجديد تكمل العهد القديم. رح ندرس هالفكرة يا خينا رعد. بشرة من بغداد، شكرا على محبتك، بتقول أشعيا أصحاح 33 أي 5 بمجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل خطايانا. 53 أي 5 حتى أوكي. ما معنى بجراحه شفينا؟ إذا بدك اليوم اللي بيموت عن الناس، إذا أنا مثلا عم بدافع وأنا هجمت وحافظت على الحوالي إذا أنا بكون بجراحي أنا خلصوا هني. هل اللي موصلها ليسوع المسيح شرحها خالص يعني هو أخذهم عنا نزار الياس كمان شكرا كثير على محبتك، نحن كمان تعودنا عليكم
وما بدنا بديل عنكم. بيسأل هل وجدت نبوءة في العهد القديم بقيت معلقة يعني غير متحققة إلى الآن؟ ما أنا ما عماني الشايف كيف متحقق؟ مبين كله تحقق. أول يعني شيء كل شيء ورد بالعهد القديم هو تحقق. يسوع على الصليب قال تم كل شيء. يعني كل شيء تحقق. بس نحن ما اكتشفناها، لأنه أنا بحب أقول لكم نحن الإنجيل عمره 2000 سنة، بعد بدنا 500,000 سنة وبعد بدنا نقرأ فيه، لأنه الإنجيل هو كلام الله. المثل بيقول اللا محدود، لازم ندرسه بطريقة لا محدودة حتى نستنفده، ولكن لا نستنفده على الأرض بل في السماء. في السماء. يعني أبونا إذا بدنا نعمل حلقات الكلمة لا محدودة ما رح نخلص. ما من سبب السماء. شو حدو نحن نخلص. في شيء بعد منا. وسيم راتب من عمان كمان شكرا على تقديرك. بيسأل سفر تكوين 32-22 يقول أنا يعقوب صارع أو جاهد مع الرب وقدر، كيف تفسر هذا الكلام وكيف أخذ يعقوب البركة من الرب بالقوة؟ لأن يعقوب قال للذي يصارعه لا أتركك إلا تباركني. أحلى منا أحلى نص هيدا. أول شيء مأكل هيدي ظهور رؤية هيدي مش حقيقة صراع مرات عديد. اللي ما أنا مثلا نحسب أن أنا مدعو تكون كاهن أو تكون راهبة، بتذكر أنه يكون واحدة معترة صار بدها تعمل راهبة صار في صراع. أنت كيف؟ الصراع الداخلي هيدا. هلأ الصراع الداخلي في مرات نحن مننغلب، وربنا الحلو أنا بقولها مور كتير، بقول لهم أنا بغرب يسوع. كيف بتغرب يسوع؟ قلت لهم كتير هوين لمن البي بيعمل كباش هو ابنه عمره 3 سنين مين بيغلب؟ الابن اللي عمره 3 سنين في أحلى منها. صحيح. أحلى شيء البينا نغلبه نحن، نغلبه ساعتها مكون بحضنه مثل أطفال. بس أبونا المؤسف أنه مش الكل بعلمنا هيك، يعني أنه الله عن جد باي وأنه الله هالقد بحبنا وأنه نحن أولاد عمرنا 3 سنين وبيضعف حاله كرمالنا. يعني على كل الإنجيل قال مش دايما بنسمع هيدا التعليم كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. أنا حبيبتي الإنجيل إحنا عم نحكي الكلمة وكلمة الله هيك بتقول الكلمة. قد ما بدك في حكي منحكي، قد ما بدك عن السحر عن الجن عن الشياطين فيها نحكي عن كل هالأشياء. نحن عم نحكي الكلمة. هالإنجيل بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير فقد سر أبوك. وفي أحلى منها بين فرحان. بين فرحان. نعم. لازم يروح الناس على جهنم. قلت له ليش بروح الناس على جهنم؟ ما ربنا بيفرح لأنه مخطئين. ما بيريد ولا واحد يخطأ. يعني ربنا بيتألم كتير. مهمنا من احنا بنقرأ غضب الله بالكتاب المقدس. غضب الله هو ألم. ألم الله. وألم. ألم الله علينا يعني. ألم مثل البي. علينا. البي بيشوف ابنه أو بنته مش أو الأم بيشوف أولاده مش ناجحين بيتألموا بقلبهم وبيغضبوا عليهم وبعيطوا عليهم. هاي الصورة رائعة. لازم نحن نعرف. ما بيعرف يعيش مثل تريزا الطفل يسوع مثل البيبي بحضن ربنا. أنا بسميه تعيس. 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 جورج كيوان كمان بعت مسج بيقول حول آية الأسبوع الماضي حكينا لماذا تدعوني صالحا. بيقول جورج هو تعليق يعني رح نستشيرك أبونا، يتخذ العديد من منتقدي الكتاب المقدس هذه الآية كدليل قاطع على أن المسيح ليس هو الله. لم يقصد المسيح بكلامه أنه ليس صالحا، فهو لم يقل للشاب لا تدعوني صالحا بل لماذا تدعوني صالحا، وهذا لا ينفي عنه صفة الصلاح والألوهة، لكنه قصد أن يقول بأي مقياس، بمقياس الصلاح البشري كما تلقبون معلميكم أم بمقياس الصلاح الإلهي، لأنك رأيت أعمالي ومعجزاتي التي لا يستطيع البشر فعلها، وإن كنت تعترف بصلاحي بالمقياس الإلهي فهذا يعني أنني الله. لازم مش حلو هالكومنتير؟ حلو أنا حبيت. نجمعهم ونعملهم كتب هوصار. إيه؟ لما نقول له لا صالح إلا الله بطريقة ضمنية ما أنا الله. أنا الله. مأكد. وبيسأل جورج. بس هولي في ناس حبيبتي بيبقى عنده رجعنا لما تحط اللاهوت مثلا يسوع مش الله، ساعتها بياخد كل جملة وبخربطها حتى ما تضل الله. نعم. كمان بيسأل جورج عن أسلمة الإنجيل، بيقول أنه في طبعة وردة جديد بتغير كلمات الإنجيل، مثلا العماد بسموه تطهير وإشي ويسموه أسلمة الإنجيل. واني الصورة يا واني الصورة اسمه المعنى الصحيح لإنجيل المسيح. وقفوا شوي أكتر أبونا هيك. أيوة ضبط هيك. نعم. المعنى الصحيح لإنجيل المسيح هذا أول شيء.
في شخص كتب بالنهار تذكر اسمه دخلت لك اسمه لا نسيته. لا وانا شفت اعطاني اسمه جورج بس انا كمان نسيته من زغرطة بلبنان وحطوا كلمه بالنهار. هذا الكتاب مش طار امبارح، هي سنه 2008 معي انا. هودي اول شيء نحن عندنا ترجمات عديده للاناجيل، ما نخاف ابغى اشتري لتقري، بس مأكد هالانجيل بيقرب كلام الانجيل من المسلمين. نعم. إذا بيكون خطوة تيقرب الإنجيل من المسلمين عظيم جدا. نعم. عظيم جدا. مش معش وقت تقرأ بس إذا قرينا مثلا بينتبه هالأشياء، ولكن ما تخافوا أبدا. واللي قبل يشتري لا يري. مش مجبورين أبدا. ما بيعطي تعليم غلط يعني؟ ما بيعطي تعليم غلط؟ ما في تعليم غلط. مثلا بدل ما يسمي الرسل بيسميهم الحواريين. اوكي شفتي كيف؟ مثلا بوضع اشياء صغيره مثلا مثلا هيك بصير في الكتاب هيدا اقرب للاسلام يقدروا يفهموه اذا بدهم يطلعوا عليه يعني هيدا هو الهدف منه يعني. الهدف منه أوكي. يقرب الناس مثلا بدهم يقولوا الرسل بسموه اتباع يسوع ما هي ذاتها نعم. ما يسوع بيقول من اراد ان يتبعني فاذا مش لازم نحن نعلق بالحرف اذا مش هيك تعلمت بالتعليم المسيحي لا لازم كلام الله يتوجه إلى الذين نعيش معهم وما نخاف منه على كل حال تقروش أنتوا في عندكم يسوعية عندكم هايل فان دايك عندكم 20 ترجمة ليش تعلو فار ترجمة جورج أبو خليل كمان بتشكرك وبيقول أبونا بالكتاب الأزرق العزراء كم هذا كتاب موجود بالأسواق بتحكي عن نهاية الأزمنة وبتطلب نكون جنود لنحارب الشيطان بنهاية الأزمنة وننتصر على الشيطان لا وننتصر على الشيطان ليكبل 1000 سنة بواسطة المسبحة ويلي بتحكي العزراء فيه عن عقاب الله من خلال ظواهر طبيعية مثل الفيضانات والزلازل. أبونا بس قال إنه هلأ الفيضانات والزلازل هي عقاب من الله ولا هيدا فكرة قديمة يعني كانت من قبل العهد العصر الحجري كانوا يفتكروا هيك يعني بس إنه هلأ صرنا نعرف شو أسبابهم يعني. أول شيء العذراء أم أي أم تمصد تصير هيك لولادها لهي عم تحذرهم إنه تما يصير هيك إنه هيدا عقاب من الله ليش العذراء هي أم إذا الأم ابنها بيحضنها بصير تفزعوا إيه ليش بفزعونا دخلها؟ ليه بفزعونا؟ لأنه بيعرفوا إنه العذراء أمه بيحسبوا إنه ربنا حامل الكرباج ولحقنا بينسى إنه الله باي يا عيب شو هيدي شو دعوة؟ شو دعوة عم بيحطوا الخوف فينا واللي بيحكوا هيك مثل شو دعوة؟ نعم ليش بدي خاف أنا؟ أنا خبري خبري صغيرة بس واحدة راحت أحد الحج وجيت قالت لي بتعرف عشية أم بأربعة العذراء بتخنقني تخنقك قالت لي إيه؟ نسيت بصلاة المسبحة قلت له أنا بكون تعبان بلا يا عذرة مدي لي زندك تنام وبنام قالوا لك العذرة مش مبسوطة أنه ابنها نايم حد منها قالت لي مبلا قلت له يا بنتي حدا بقول عذرة بتقنقني شو هالمنطق لو كنا صغار الله بده يخنق شو هالمنطق خلصنا منه هذا الله بي والعذرة هي أم شو أبونا كمان في فريدريك كان سأل الأسبوع الماضي سؤال ولكن ما فيه منيح الجواب حول الصلاة اللي كانوا يصلوها الكهنة بمنتصف الليل لماذا؟ شو الهدف منها يعني؟ وهل ما زالت موجودة اليوم؟ وهل بعد عم بيعلموا الإكليريكيين اليوم إنه يقولوها؟ وهل كانت على أيامك هيدي الصلاة؟ أول شيء كتير مهم نصف الليل يعني إن هيدي الذروة بالظلمة وبلش يجي النور من هيك نحن نعيد عيد ميلاد نصف الليل فاذا نزربه هلا اباش هلا يصليها صاروا يصلوا الرهبان والرابات مطعم امراه باوروبا وغير مطرح بيصلوا بكير الساعه 4 صباحا بالاول كانوا يقوموا الساعه 9 والساعه 12 والساعه 3 بعد نص الليل هلا اباش يعملوا حدا هلا صاروا هدف هلا نحن لحقنا صلاه الليل بس بشاري كنت أنا بال 63-70 كنا نصلي صلاة الليل من عشية كل أسبوع لإلهنا نعم كمان إيميل من شخص طلب ما نقول اسمه بتقول أنه عم تحكي أمثال عن حول النساء بسلالة يسوع النساء الأربع بسلالة يسوع بتسأل هل النساء الأربع بسلالة يسوع زنيات تمار رحاب راوت وبتشبع وبيقول سفر التثنية لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب فكيف نقول بوجود نساء زنا في أجداد المسيح ويعطيت كومنت كتير حلو كنت حابة أقيم قصة منه بس أنا ما بقى في مجال نقرأ تأخرنا كتير أول شيء هني مش دخلوا لأنهم زنات
هن دخلوا بالإيمان. نعم. هذا المهم. مثلا الرعود بتقول لها إلهك إلهي، هن دخولهم متي زبدك الكنعانية بالإنجيل متى فصل 15. نعم. هي صارت بنت إبراهيم لأنها آمنت، مش لأنه خاطئين. ليش؟ أنه أيوب اسمه إبراهيم ما كانش خاطئ، يعقوب ما كانش خاطئ، سليمان ما كانش خاطئ، ما كانوا خاطئين أكثر من الرجال. فأذن هوديك دخلوا بالنسبة للختان، وهو دخلوا بالنسبة للإيمان. وأنا بذكر هن من أربع جهات العالم دخلوا بنسل إبراهيم. نعم. أما بالنسبة لكل الأشخاص اللي طلبوا أنه نصلي على نيتهم، رح أذكركم مشاهدينا بختم الحلقة كونوا على سعة. أما هلأ رح ناخد استراحة لأنه تأخرنا على الوقت، وبنرجع لحتى نتلقى اتصالاتكم عبر التليفون. خليكم معنا مشاهدينا. وصلنا مشاهدينا لآخر 10 دقائق بقلي من حلقتنا، هيدي الفقرة يلي مخصصة لاتصالاتكم. فإذا بتحبوا تشاركونا بحلقتنا، حلقتنا الأخيرة حول أسفار العهد القديم، فيكم تتصلوا فينا على أرقام تليفون تيلي لوميير داخل لبنان، الرقم 01-255-500. أما خارج لبنان الأرقام هي 00-961-1-255-123 أو 125. كمان فينا نكون عم نتواصل عبر عنواننا الإلكتروني الكلمة@nursad.tv. كمان بدي أطلب من المشاهدين اللي رح يتصلوا أنه يكونوا كتير مختصرين وهيك بمداخلاتهم لحتى نقدر ناخد أكبر عدد من الاتصالات، لأنه ما بقى في غير 10 دقائق. ناخد اتصال. أول اتصال. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك مدام ماري تريز. يا أهلا كامل. يعني من أولها بدك تقطع علي الطريق. نعم. على كل حال تحياتي أبونا، الله يسعد مساك. معك نص دقيقة بس. لا. أولا هلا قبل ما أبدأ أنا. نعم. مدام هني صبت، هنا صبت سلم عليك، بتقولك بحاجة لصلاتك. أنا كيت باسمها لهنا صبات لحتى أذكرها، وقلت رح أقولهم بالأخير. أشكريها. من كل بيت. أبونا إذا بتسمح أختنا العزيزة ماري تريز تسجل وبعدين بتجاوب. نعم. بعدين بتجاوبنا. نعم. أول شيء أنت أبونا خليتني هلا كأنه أنا بغرد خارج السرب. قبل فترة العمر إلك توفت أختي، فكانت أنا ضد كل العائلة بالنسبة للذبائح. أنا بحكي إنه الذبائح هذه كانت بالعهد القديم، واليوم بطل إلها تأثير، لأنه بعد أن قدم السيد المسيح نفسه ذبيحة عن جميع بني البشر انتهى موضوع الذبائح، أصبحت غير مقبولة. ثم لو تسمح، ثلاثة الفصل 3 من 16 ل 26 تحذير شديد اللهجة لنساء أورشليم. شو المقصود منه؟ نعم. بعدين أنا يوم 24 الشهر كان عيد ميلاد يوحنا المعمدان، قرأت الرسالة بالكنيسة، كانت الفصل 49 من 1 ل 6، فبيحكوا إنه هذه المقصود فيها عن السيد المسيح. يعني في أمور تانية ما بدي أطول لأنه مدام ماري تريز خوفتني. لا أنا وسهلا فيك كامل، بس كامل. أنا إلي خوفني، قال لي بس عندك 10 دقائق، عرفت؟ قلت له منشحد دقيقة ما كان يقبل معي بقى من هيك إلا تناخد أكبر عدد اتصالات. الله يسعدك. شكرا كامل، أهلا وسهلا فيك. شكرا. تعرف أنت محبتك أبونا. يلا بسرعة كمان، بسرعة بدك تجاوب. شو بدي ذبائح؟ بدك تحكي شي أنا هو أعطى مداخلة. حتى يسوع قال لم تشأ وذبائح ومحرقات، قلت أنا آت لأصنع مشيئتك. فصل 3 16 ل 26. أكد هالنساء المترفات والجمع قريب شوي من هوشع، سميهم بقرات باشان. نعم. أنا منك ما حبيت أتوقف عندها. وعيد يوحنا المعمدان. شو بو؟ لأنه حكي كمان شيء عن يوحنا المعمدان. مولد ما هو ما هن حطوها 25 كانوا الأول يسوع ويوحنا المعمدان قبله بست شهور. نعم. ناخذ اتصال كمان. سلام المسيح. ألو. ألو. نعم سلام المسيح. بونجور. يا أهلا. أنا مصر على بونجور أنا. بونجور. كيفك؟ رامي أنا. نعم. رامي. إيه أهلا رامي.
انه الشمس طالعه هلا عنا على التي في، فانه اكيد موجود. ميرسي رامي. نعم تفضل. هلا كنت عم تقولي انه الحلقه الاخيره بالشبكه. نعم العهد القديم. انا سؤالي انه نحن شو مصيرنا انه بعدين؟ رح خلي لكم اياها لاخر الحلقه الجواب. يعني؟ اخر الحلقه خليك معنا. سربرايز سربرايز سربرايز. يا ايه يا لا بس على اخر الحلقه بعطيكم الجواب. نعم. عمول بونسوار لابونا كمان. خلي ليك حبيبي. انا بقول لي بونجور انت بونسوار. ايه. انت بونجور انت الشمس يعني و... وابونا القمر. ايه جيت اعمل جيت اعمل خبريات يلا. ايه. اوكي. اوكي. هيدا هو سؤالك؟ اوكي رامي اهلا وسهلا فيك. ناخذ اتصال كمان. الو. الو. نعم. بونسوار. يا اهلا سلام المسيح. عماد فؤالي معك. معك مين معنا؟ عماد فؤالي. عماد اهلين عماد. كيفك سافر؟ ايه سافا تفضل. بس نقول له بونسوار لابونا بولس ونقلكم على الهواء. بونسوار. ميرسي عماد. وبدي ممكن تعلي صوتك ما بنقدر نسمعك. ايه بس بدي اقول لكم بونسوار على الهواء. بس بونسوار. وبدي اقول له لابونا بولس انه علمني شغله جديده هلا. هي انه الانبياء عم تسمعوني؟ نعم نعم. ايه بس بدي اقول له علمني شغله جديده الليله انه هي الانبياء بيعطونا ضوء بيعطونا نور بيعطونا امل. نعم بيعلمونا هذا الشيء. هيدي شغله جديده. ميرسي ابونا بولس. اهلا وسهلا. ثانك يو عماد. اوكي يا اهلا وسهلا. ناخذ كمان مشاركه. سلام المسيح. الو الو سلام المسيح. نقطع الاتصال. ناخذ غيره. بدك تحول ننترك بهيدي الاثناء. طيب اجى الاتصال. طيب اتصال جديد. سلام المسيح. الو الو نعم. يا اهلا سلام المسيح. سلام المسيح. في اسال سؤال لبير نعم فيك تعطينا اسمك ولا ما بتحب؟ لا بعطيك مارك اسمه. مين معي؟ مارك. مارك يا اهلا مارك تفضل. سألتوا إياه من أسبوعين لبير سؤالي عن صار في عنده تفسير عن السمكة. سمكة تبع بطرس. ايه وقت قال له كب السنارة كب السمك بيطلع لك مصاري بقلبه. ايه نعم. ايه انه المسيح بيقول في بولس انه ما كان يقدر يشوف شيء، كان عايش كإنسان انما عايش الالوهية. بس في تفسير لهالسمكة؟ صار في عنده تفسير له؟ في تفسير بس انا ما عندي تفسير مقتنع فيه. انا ندرس بعد شوي انجيلنا لو نعرف كله كنا خلصنا. في تفاسير عديدة بس ما أنا ما فيش بقى تفسير عبي لقلبي. نعم. إيه؟ أوكي بس في عندي سؤال بعد. بس قول حبيبي. المسيح كيف عارف أنه لح يموت لح يرجع يقوم؟ هو ما بيقشع هو بيعرف شو بيصير بعدين. القيامة هيدي صارت أبعد من الإنسان. قيامة إلا مربولوس بالجسد ولكن بالروح قام من بين الأموات. فإذا القيامة هي صارت على مستوى اللاهوت ما بقت على مستوى الناسوت. نعم مارك منشكر اتصالك ومنخد كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو ألو إلي وين الاتصال؟ ألو ألو نعم ألو بونسوار. بقدر أعطي مداخلة مع أبونا بولس؟ نعم مين معنا؟ ماري داو من لوس أنجلوس. أهلين ماري تفضلي. كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله دائما مين عم يحكيني؟ ماري تيريز. اي نعم. يا ان شاء الله المسيح تكون معكم. وانا عم تلفين بس لكم ثانك يو سو ماتش على كل شيء عم تعملوه لانه انا تغيرت كثير كثير بهالمحاضرات اللي عم تعملوها وعم بتاثروا على ناس كثير حوالي بيقولوا لي هيك. بشكر الله عليكم وبحب كتير انه ما تختفوا عن هالشاشة لانه كل الناس بحاجة لكم. مرسي. والشغل اللي عم تعملوه كرازة طويلة عريضة للمسيح beyond anybody's expectations يعني. الله يديمكم ويخليكم و God bless you دايما. Thank you ماري. خلينا اياكي. مرسي كتير. عم تقول لي خلص الوقت في بعد اتصال ولا ما ناخد؟ ما بقى ناخد اتصالات. طيب بدنا نعتذر من الأشخاص اللي كانوا حابين أنه يشاركونا بحلقتنا ولكن الوقت انتهى. فإذا نحن بدنا
نشكر كل الأشخاص اللي كانوا معنا. بذكركم انه بنقدر نكون على طول عم نتواصل عبر عنواننا الالكتروني الكلمه@مرساد.تي في او كمان عبر الفيسبوك ماري تيريز حنين. بدي صلي على نيه كامل رامي نادر، عماد فغالي، مارك وماري داو وكل الاشخاص اللي كانوا حابين انه يتصلوا فينا وما قدروا لانه الوقت انتهى. كمان بدنا نصلي على نية مارك صعب من ستوكهولم، وبشكرك على تقديرك للبرنامج. سوزيت زكريان، أمال عطلة، خولة حداد، ناجي نمر، ناجي حداد، هاني الدية، سابا كوريال، جيزيل تانيو، سميري، فريد من الناصرة، هنا صبات، خلدون زويدي، أبونا غطاس خوري، روني بشواتي، جورجن نيكولا، تيريزيا صفير، ميشلين خوري. ومعك منصلي على نية سوريا مثل ما طلبتي. أنطونيت سمير، أورور مبارك، ميشيل ماجد، هيام عيسى، ريتا أبو حيدر، ريتا رزق، ماريا عطية، هيلدا سويدان، هيام عيسى وميرنا حداد من الأراضي المقدسة. كمان منصلي ومنشكر صاحبة بوتيك كوتون جيت غادة عون، ومنصلي على نية دنيا زغيب. أبونا تفضل، الختام لإلك. عماد قال شيء، النبي بيعلمنا انه ما نضل حاطين الاسود قدامنا، كثير مهمه نعرف نحن ابناء الرجاء، نحن ابناء الله، ولذلك ولو كنا بالصعوبات نعرف دائما انه الشعب السالك في الظلمه ابصر نورا عظيما، ولو كنا حسينا مؤقتا نحن في الظلمه نحن ابناء النور، لانه بالنهايه يسوع قالنا انا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. أمين أمين. شكرا أبونا. بحب ذكر أنه إعادة لهالحلقة مشاهدينا بكرة الأربعة الساعة واحدة ظهرا. اليوم وصلنا لختام هالشبكة ونهاية مشوارنا عبر أسفار العهد القديم على مدى 11 حلقة ترفقنا و11 كتاب أو ب11 كتاب تأملنا. مع سفر يشوع اكتشفنا كتاب الليتورجيا والصلاة، سفر حزقيال كان نبي العودة والبناء، سفر رعوت مع رعوت كانت الرفيقة الأمينة، سفر صموئيل الأول النبي السامع صوت الله، سفر صموئيل الثاني انتقلنا من شاول إلى داود، سفر ملوك الأول عرفنا على شخص سليمان، ومع ملوك الثاني كانت نهاية المملكة والذهاب إلى المنفى، مع سفر دانيال كان لنا نظرة إلى المستقبل، ومع سفر الحكمة اغتنينا من الانفتاح على العالم اليوناني، مع سفر يشوع بن سيراخ تأملنا بالنصائح إلى الشباب بوقت التغيرات، ومع أشعيا اليوم تأملنا بالإنجيل الخامس. مشوارنا عبر أسفار العهد القديم انتهى. بودعكم على أمل التقي فيكم بإذن الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج الكلمة ومحطة أولى بأسفار العهد الجديد مع الإنجيل متى. الله معكم.